صحيح. طيب كابتن ايمن، سؤال مهم جدا. انت كان عندك لاعب تعرض لكثير من الضغوط الفتره الماضيه وهو من الركائز الاساسيه للفريق، وبعد عرضه للبيع من النادي الاهلي احمد القندوسي، كيف تعاملت معه معنويا ونفسيا عشان تخليه جاهز لمواجهه زي دي؟ الحقيقه هو احمد مع المنتخب من اول ما حصلت الازمه دي بتاعه القندوسي، هو مع المنتخب يعني ما التقيت منه بيه مره واحده قبل ما يسافر. قلت له ايه يا كابتن ايمن؟ نعم، قلت له ايه يعني، نصحته بايه الفتره ديت يعمل ايه؟ لا بالعكس، القندوسي اصلا من الشخصيات اللي هي الاكثر من محترمه، بيعرف يتعامل مع المواقف بجديه وبرجوله. والحقيقه يعني كانت لو بعض فنجان يعني، اعتقد ان هي النادي الاهلي حسمها بقراراته اللي هي اللي انا شايفها ان هي جيده وعادله جدا. وبرضه النادي الاهلي نادي كبير جدا ونادي تربوي، عارف ان حتى يعني وارد ان يحصل في الكره اخطاء، وارد ان يحصل في اللقاءات اخطاء، لكن الحقيقه بمنتهى الصراحة هو القندوسي كمان من الشخصيات اللي هي تقدر يعني تواجه المصاعب بجدية. الأمر كان يعني كان ما يخلوش من ان هو كان حاسس باستغراب شوية ان الموضوع خد اكبر من حجمه. كان حاسس باستغراب ان احنا عندنا بس شوية السوشيال ميديا اتعاملت مع الموضوع بكثافة أكبر من حجمه الطبيعي. لكن هو كان ممتن لمقابلة الكابتن محمد رمضان دي، وكان سعيد جدا لأن هو الكابتن محمد تعامل معاه بشياكة كبيرة جدا وتعامل معاه باحترام، وده الحقيقة بيبقى دايما مطلوب في إن احنا، لأن خلي بالك سمعة مصر دايما في كل الدول العربية بتبقى في التعامل مع هذه المواقف. لما تلاقي تعامل راقي من النادي الاهلي او متمثل في الكابتن محمد رمضان وان هو يحتضن اللاعب، اي نعم هم اخذوا قرار لكن ما يمنعش ده ابدا ان انت يعاملوا الناس باحترام. وده كان الحقيقه كان مؤثر جدا في القندوسي، وكان اثره جدا حكايه ان هو اتعامل معامله كويسه لما راح لجلسه الاستماع اللي هم كانوا عاملينها. طبعا، هل طلبت يا كابتن ايمن حسم التعاقد مع القندوسي بعد عرضه للبيع؟ والله شوف، الموضوع حصل واحنا كنا مسافرين الامارات، فلسه شويه ما حصلش نقاش بيني وبين الاداره في هذا الصدد. لكن بالنسبه لنا اتمنى ان القندوسي يبقى يكمل معانا. لكن طبعا الموضوع ده موضوع امكانياته وقدراته، النادي هو اللي يشوف ايه المناسب ليه يعني، لان في حاجات كتيره المدرب ما يقدرش يتحكم فيها، وخصوصا لما تدخل في الامور الماليه. صحيح. بعض المدربين يا كابتن ايمن وحضرتك سيد العارفين، اللاعبين اللي بيبقى عندهم ضغوط نفسيه كبيره تحديدا مع الفريق اللي هيلعب قدامه، بعض المدربين يقول لك لا انا هريحه مش هشركه اساسي، هل حضرتك من النوعيه دي ولا انت شايف ان القندوسي يستطيع؟ لا، انا شايف ان كره القدم بدون ضغوط ما تبقاش كره قدم، هي كره القدم كلها ضغوطات. صحيح. الضغوطات جزء من اللعبة يعني، واعتقد ان في اوقات كتيرة جدا الضغوطات بتبقى في المباريات اكتر كمان من الضغط ده. القندوسي اعتقد انه ما عندوش ضغط خالص. الموضوع كله كان هو تعامل زي ما قلت لحضرتك مع النادي الاهلي، تعامل النادي الاهلي معاه بشياكة وباحترام كعادتنا يعني، الاندية الكبيرة بتاعتنا بتتعامل بشياكة وباحترام. صحيح. فالحقيقه اما موضوع القرارات اللي خدها النادي الاهلي فده حاجه ما تزعلش حد، النادي الاهلي طبعا ادرى بمواقفه وادرى بقراراته. صحيح. وهو المفروض القندوسي ما يزعلش يعني، لان دي موضوع احتياجات، وفي انديه كثيره ممكن تشوف ان قرار زي ده يحافظ على الفرقه ويحافظ على الاستقرار ويحافظ، فما يزعلش من كده، لان هو ده، هي دي كره القدم، هو ده الاحتراف. مظبوط يا كابتن ايمن. عايز اسالك على احمد رمضان بيكهام، رفض انتقاله للزمالك هو قرار فني من حضرتك ولا كان قرار من الاداره؟ شوف يا كابتن، انا المشكله ان الموضوع ده الحقيقه تداول بشكل غريب، واحنا مستغربين في النادي من هذا التداول. الموضوع هو كلام اغلبه السوشيال ميديا. احمد رمضان بيكهام
نجدد من شهر واحد للنادي 3 سنين بالاضافه للسنه اللي احنا فيها دي 4 سنين. واحمد رمضان بيكهام من اللعيبه اللي هو بيعتز بوجوده في نادي سيراميكا وجزء من الفريق. فانا ما اعرفش ايه اللي خلى الموضوع ينتشر هذا الانتشار، وتصريحات يمين وتصريحات شمال. الموضوع ده كله هو موضوع عباره عن ان في بعض الكلام قيل على انتقال احمد رمضان بيكهام السنه اللي فاتت للنادي الاهلي، واعتذرنا اعتذار جميل للنادي الاهلي لان احنا محتاجينه. نفس الوضع حصل مع الزمالك واعتذرنا اعتذار جميل. لكن ان احمد رمضان بيكهام ضغط على النادي، عشان بالعكس احمد رمضان بيكهام لاعب متميز، وهو عارف ان هو نادي سيراميكا مع كامل احترامي لبيكهام هو اللي وصل احمد رمضان بيكهام للمنتخب، وهو اللي قدمه للناس. يعني رغم ان هو كان بيلعب قبل كده كتير يعني، لكن هو في الوقت اللي هو راح فيه منتخب وهو يعني يعتبر بفضل النادي سيراميكا. واحمد رمضان بيكهام عارف كده كويس وبيتعامل من هذا المنطلق يعني. صحيح. فما كانش في اي زي ما بيتقال كده ان احمد رمضان ضاغط عشان يروح الزمالك والكلام ده، الكلام ده مش صحيح. اما الجزء الثاني والاهم، اتفضل يا فندم. احنا الكره المصريه بدون اهلي وزمالك ما تبقاش في كره مصريه. لان هم بصراحه قطبي الكره المصريه كما يقال، ودي حقيقه يعني. فبنحترمهم احترام شديد ولزاما علينا ان احنا نحترمهم. لكن في نفس الوقت احنا بالنسبه لنا بنشوف مصلحتنا فين. فلا يعني لا المسؤولين في النادي الاهلي بيزعلوا ولا المسؤولين في النادي الزمالك بيزعلوا لما نعتذر عن ان احنا ما نقدرش نفرط في لاعب مثلا زي احمد رمضان بيكهام او زي بسام او زي. وبالتالي ما اعرفش هي التسخين كله جاي من بعيد عن الانديه، فالانديه عارفه كويس حدودها وعارفه ان انا النهارده ممكن اروح اطلب مثلا على سبيل المثال من نادي الزمالك عبد الله السعيد، هيعتذر بشيك هيقول لك والله احنا محتاجين عبد الله السعيد. وبالتالي انا هقول له شكرا خلاص جزاك الله خير وخلاص الموضوع اتقفل يعني. لكن لو لقيت مثلا ترحيب مبدئي ولا حاجه تبدا تخش بقى في المفاوضات وتفهم بالظبط. برافو عليك. احنا صحيح. ما دخلناش اصلا في مفاوضات لان الموضوع ولا دخلنا يعني حتى السنه اللي فاتت مع النادي الاهلي والمسؤولين الحقيقه في الناديين ما عندهمش حتى مراجعه للكلام، بالعكس بمجرد ما بنقول يا جماعه نعتذر لان ما عندناش في المركز ده محتاجين احمد رمضان بيكهام، ما حدش حتى خلاص الموضوع بيتقفل عندهم يعني. صحيح. كابتن الكبير كابتن ايمن رمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بشكرك شكرا جزيلا واتمنى لك دايما كل التوفيق.